ومن عواصف أوكلاهوما سيتي إلى آخر أخبار الطقس وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة مع عبدالله. تفضل. شكرا يوسف وشكرا لها. حوالي الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله نتابعها في أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس ماء للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 28-15، الإسكندرية 27-14، مطروح 28-12، بورسعيد 24-15، والإسماعيلية 30-12، وإلى السويس 28-14، والعريش 30-14، طابة 27-15، شرم الشيخ 29-16، والغردقة 27-13، وإلى الأقصر 31-11، أسوان 32-14، الوادي الجديد 31-9، وشلاتين 28-15، وأخيرا حلايب 26-16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.